تبذل وزارة الصحة جهوداً للكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بإصدار خدمة تأكد لفحص كل من يحجز موعداً عبر التطبيق الإلكتروني صحتي، وتهدف الخدمة إلى تقييم معدل انتشار الفيروس في 6 مدن بالمملكة. تجربة ممتازة جداً، والاختبار سهل جداً جداً جداً، يعني بشكل ما تصورته، في أقل من ثواني بس عن طريق الحلق، والحمد لله. والموقع على طول ساعة اخترته وأنا في البيت، عطاني أوقات متاحة على حسب، كل نص ساعة في موعد، والحمد لله جيت. والانتظار يعني أنا شفت الزحمة صراحة، توقعت ما راح أخلص على الساعة 8-9، في خلال لله الحمد 30 دقيقة تقريبا أو أقل أنا خالص الآن. على الزحمة تقريبا كان قدامي حول 100 سيارة، والحمد لله، وأشكرهم بالله ولله الحمد على جهودهم الجبارة، ما قصروا، يعطيهم ألف عافية. يجرى الفحص بكل سهولة من داخل المركبة عبر المرور من البوابات، وهنالك 12 بوابة، ويكون الفحص عن طريق الفم دون الشعور بألم، وتسلم نتيجة الفحص برسالة على الجوال. المؤلم بالعكس، يعني هو مجرد أنه يأخذون مسحة من الفم وبعدها بيتم تحليلها، وبعد 3 أيام يكون الرد إن شاء الله. والله تخوف، ما أقدر أكذب، أكيد متخوفين شوي، يعني حتى المسحة كنا خايفين أنها تكون خشم وكذا تأثر، طلعت مسحة من الحلق كذا زي عود الأذاني بس إنه كبير، يأخذ مسحة من اللسان بس. إقبال كبير على خدمة تأكد بالمنطقة الشرقية يدل على الوعي الكبير للمواطن والمقيم وسرعة الاستجابة للإطمئنان على الصحة. أنفال الحارث الإخبارية، الدمام.